نقول أن نحتاج للديمقراطية، نحتاج للحرية، نحتاج نتكلم بكل حرية، نحتاج ما حد يمنعنا نعبر عن آرائنا. أنا أبغى أروح للسجن، الشعب يريد دخول السجون، الشعب يريد دخول السجون، الشعب يريد دخول السجون، الشعب يريد دخول السجون. مرات يهدد بالقتل والذبح لإخافتي، يقولون ارجع فورا إلى لندن. لا أدري لماذا يريدون إعادتي إلى لندن، لكنني لم أرغب في العودة، ويحاولون إرغامي بمشاركة الشرطة والمباحث البريطانية وأيضا فريق من المباحث السعودية بمشاركة عدة أشخاص بما فيهم شخص يدعى طلال الجهني يعمل في السفارة السعودية، وسيدة اسمها هدى العمري تدعي أنها معارضة وكانت مع الفريق الذي يحاول إرغامي على العودة إلى العربية السعودية. الآن أنا لا أدري ما أفعل، ولا أدري هل سأنجو من هذه أم لا. أنا مضرب عن الطعام مدة 3 أسابيع الآن بلا أكل لعدم إعطائي جواز من قبل السعودية، وكذلك أيضا البريطانيين يرفضون إعطائي فيزا بعد 4 سنوات من إقامتي في هذا البلد، وأنا معارض للنظام وناشر الفيديوهات، وتم إيقاف حسابي في تويتر لا أدري لأي سبب، يقول أنني منتحل وأنا لست منتحل، أنا هو الشخص الذي خرج في 11 مارس 2011 ولا أزال أعذب وأهان من قبل البريطانيين.